السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتنا رضا الله يجزيكم صح اخوي تاتي سبعة لك تاتي سبعة. السلام عليكم. المهم جينا نتكلم بارك الله في الناس اللي جات الوقفة اليوم والاعتزام تاع تدير ابراهيم. كل انسان شارك بارك الله فيه يعطيهم الصحة. كاين ناس نحسن عاود ما جاوش ايسونسيال كما يقول لك الاعتصام هو التفرق راهو فض باش كاين ناس قالوا يتصلوا بيا بعض الناس قال لك باللي انا اللي حقين وانا متحقين وهنايا نقول لهم ما تلحقوا ما والو الاعتصام التفرق والمناضلين تاع التنسيقيه بعث لهم دحماني باش يتحاوروا رفضوا الحوار ما حبوش يتحاوروا معاه. المهم الاحتزام فض والله اعلم واش غيكون في المستقبل واش غيكون في الجاي ان شاء الله الله اعلم. ليسونسيال بارك الله فيهم الناس كامل اللي وقفت اللي جات من بعض الولايات يعطيهم الصحه بارك الله فيهم. تحيه لكل المناضلين تاع التنسيقيه جاوا اليوم جاوا المنسقين الوطنيين والجهوي مرهوني احمد بالنيابه تحيه ليه نشكره. تلاقينا ذلك جاء عيسى شامخ وشطي وكذا وبارك الله فيهم ذلك جاء وقفوا ثم جاءوا جماعة تاع لي زومبيتي ذلك. احنا انا الرسالة اللي نوجهها للإعلام العار انك البارح تكلمت في التلفزة الجزائرية والعمومية والخاصة انه المغرب قمع متقاعدين الجيش المغربيين بصح اليوم الناس دارت اعتصام امام المصالح الاجتماعيه بدال ابراهيم ما كان ولا اعلام تكلم ولا كاين بعض الصفحات احرار كما يقولوا تكلم علينا ولا تكلم عن الناس هذيا. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله حليم السلام عليكم ان شاء الله باذن الله راح تكون ثاني خرجات اخرى بربي ان شاء الله ينظموها مناضلين ينظموها رجال شرفاء. انا من على بالنا اليوم باش يقول لك فضوها بالتليفون ما تفضوش بلا بالتليفون لا بحتى حاجه الناس تشهد على الشيء هذايا وربي يجيب الخير ان شاء الله للجميع ان شاء الله. وحنا نوجهوا رساله السيد رئيس الجمهوريه كما اليوم درت استقبلت خير شباب هذا الوطن. انا نقول لك خير شباب هذا الوطن وهم محاربين الاجنبي مصطوبين ومتقاعدين ومعطوبين الجيش الوطني الشعبي. لا تقتلوا اسودكم فياكلونكم كلابكم. هذه الرساله نوجهها للسيد رئيس الجمهوريه. احنا ندعموك في امور خاصه خارج الوطن بصح الناس هذه لازم تشوف فيها وتشوف الحقوق تاعها. مديرية الشؤون الاجتماعية ماهيش تحب تستقبل الرجال هذوما علاه لأي أسباب تحسب راهي مملكة ماشي راهي ماهيش إدارة من إدارات المؤسسة العسكرية. بارك الله فيك خويا عمار. وقلنا الوقفة جاوا فيها مناضلين شرفاء ربي يكرمهم إن شاء الله ربي يجازيهم الله يحفظهم بيتي ثم كريم بيت عنده يومين واللي ما جاش هنيك حنا ما نلوموهش بين تبعث يا سي الجزيره نستعرض بك خويا وبارك الله فيك. يا سي جات هكا الخرجه هذه حتى واحد ما يلوم واحد ما يلوم واحد الخرجه هذه جات طف اخرج. المهم حنايا قلنا نوصلوا رساله الى السيد رئيس الجمهوريه حنا ماناش ضد الجزائر او ضد الوطن لكن ضد من ياكل في حقوق الزواوله ضد حقوق متقاعدين ومحاربين العشرية. لماذا هذا السكوت في هذا الملف؟ علاش 2 ملايين مواطن من البطالة سواوهم في 20 يوم والمتقاعدين ومعطوبين ومشطوبين ولا واحد انظر فيهم على هذا سبحان الله. ومن بعد يخرج القرار انه كاين تجنيد وكاين كذا. انا واحد من الناس تعيط لي ما نجيش وين راكم محاصرين؟ قال لك انت عاقل محاصرين وراكم محاصر الاخضر. ياسين بارك الله فيك.
احنا ان شاء الله باذن الله توصل الرساله هذه، بارطاجيونا الله يهدي ربي، ربي يكرمكم ان شاء الله. احنا الاخضر قال لك الاخضر انا محاصرين، وينك محاصر يا خويا؟ نسال الله سبحانه وتعالى عز وجل ان يحفظ هذا البلاد ويحفظ العباد، ورانا في ايام من الاشهر، انا في الاشهر الحرم. وعليكم السلام خويا ياسين، انا في الاشهر الحرم، نسال الله سبحانه وتعالى، الدعاء مستجاب عند الله سبحانه وتعالى عز وجل، يكون الدعاء مستجاب في دار ابراهيم. ما راك في دار ابراهيم يا خويا؟ الناس راه قال دار ابراهيم، وانت في دار ابراهيم، وينك في دار ابراهيم؟ بعدي بالخاصة كمل الله، بعدي بالخاصة الأخضر، وبعدي الرقم أنا نتصل بك إن شاء الله. بارك الله فيكم يا عبد الرحمن ميصالي، بارك الله فيكم. احنا قلنا الرسالة هذه يا عبد اللاوي، أنا شفنا بعض الأيام اللي جازت أنه القنوات الزيغو تاعنا تكلموا على متقاعدين الجيش تاع المغرب المروك، ان السلطات قمعتهم ودارت سبحان الله، وعلينا احنا ما كاش اللي يتكلم، كاننا احنا عايشين في الموزمبيق وهذوك عايشين في المروك. والله حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اما كاين بعض الناس، انا نوجه رساله من المنبر هذايا، كاين بعض الناس حابين يطلعوا لوهران وقال بلي نديروا احتسام ونديروا مسيره في وهران. انا هذا الشيء خاطيني، انا تبرأ منه اللي حاب يديرها في وهران، لان كاين اغراض انا حابين يكسروا الالعاب البحر المتوسط هذه انسبها، حقك ماهوش في وهران، حقك راه عند حماني، حقك راه في وزاره الدفاع، ما ولا في وهران ولا في الغابه كي نحلوا تقعد في الجبل ولا في الواد، ولا حقك راه في وزاره الدفاع. وحنا ما ضد الوطن وما ضد البلاد وما نبيعوش بلادنا وما نبيعوش الوطن تاعنا. واليوم يخرج كلب من كلاب فرنسا يتكلم منهم زيطوط وامير المازا بوخانا، معليش خويا جمال معليش، على بالنا كاين الناس، على بالنا الله المستعان اللي بعاد كاين اللي ما عندوش. امين بارك الله في خويا يوسف، تحياتي لانسان مولا خير يوسف، ربي يكرمك ربي يقدرك على ما راك تفعل. قلنا كاين على بالنا الناس ما يقدروش يحتلوا تاع خورا، وكاين العيد كاين كذا، حابين يعيدوا مع اولادهم، حابين يضحيوا بالاضحيه هذه بالسنه بالواجب. ونوصي منا باش نقول لهم الانسان ما يقولش باللي السنه العيد صامت، لان لازم نعظموا شعائر الله بنكملوا. المهم احنا حابين يصفوا هذه الفئه، وهي فئه محاربي العشريه السوداء. هذو الرجال والله العظيم ما تصيبوا الرجال هذوما. انا صدقوني انا كنت وليدي سنه راح ندخلوا الاجبال الامه، بصح من بعد اللي شفتوا من تهميش وحقره و و و و و و انا وليدي ما ندخلوش، سي بون. من التالي يوسف الله، المهم يوسف انا ندعو لك، هذا اخينا يوسف خاوتنا، ندعو له معاكم، هذا يوسف جوابي، راهو في اعمال خيريه في بليده، الله يكرمك يا يوسف، وراه في كل ولايه يمشي متطوع في سبيل الله، الله يكرمك ان شاء الله ويفتح عليك بباب الخير، ويفتح عليك ابواب الخير سبحانه ربي، يفتح عليك ابواب كامل الابواب اللي تقصدها، الله يكرمك ان شاء الله كما تكرم الفقراء والمحسنين. فضل احتسام محمد باش ما نكونوش ما نغلطوش الناس، باش ما نغلطوش الناس وما نقولهمش التحقوا، كاين ناس تحب تجي وكذا تجي تلقاها الاحتسام فضل وسي بون، واش غايديروا قرارات ربي يعلم، هذه تبقى عند المنسقين. جات مناضلين رجاله وكذا بارك الله فيهم، هذه هي الخرجه بارك الله فيك عبد الرحمن، خرجه نخرج الا بوزاره الدفاع ولا دير ابراهيم، ندي حقي باش نخرج تديني للغابه ولا تديني للواد ولا تديني كذايا، هذه يقعدوا عليها انت وحدك، تروح انت يا دير ابراهيم، ما يقمعوك ما يضربوك ما حتى حاجه، تحتصم عادي ما كان والو، ما قمعونا ما ضربونا ما الحمد لله، كان بصح كان قوات مكافحه الشغب ثم، بصح والله غير قعدوا معانا في لي ريستورونس قهوه معانا كلاو معانا كل واحد على لي ساندويتش معانا، ما كان اللي يهضر معانا ما كان اللي كذا ما احتقلوا حتى واحد، بالك كاين هكذا شويه مضايقات الناس اللي كانت جايه بالك كذايا منا ومنا، ربي يعلم هذوك. ان شاء الله باذن الله يكون فيها خير ان شاء الله. وكما يقول لك النظام احنا دائما الله غالب النظام متواصل، وهذه هي التنسيقيه
الحمد لله الله يعرفنا بالرجال كما يقولوا واحد مثل قال لك الله يجعله في كل ثنية أولياء. احنا عرفنا الرجال والحقوق هذه مثل ما جاتش مازال عندنا اتصال قبل كون جات الحقوق هذه كورونا كاع باش نهضروا مع بعضنا راه كل واحد شاد طريقه ويمشي. كثر خير الرجال اللي راه تجي وراه يتناسل وراه يتشارك وكاين اللي راه ما يتشاركوا انا ما نقولش المتقاعس لان كاين بعض الناس مناضلين كانوا في النضال 5 سنين ساكنين عيا وكرهوا بارك الله فيهم ولا لا غالب ما قدروش يجيو عيا وجاو جاو 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 عيا وثاني خداهم شرف ولهم قيمه لهم بارك الله فيهم باش الانسان ماشي الانسان يجي نهار ويعيا كان اللي كان دخل النظام في عمره 45 سنه راه في عمره 50 سنه كان اللي دخل مسكين صحيح راه مريض راه عيان راه الله غالب عليهم هذا خاوتنا وان شاء الله باذن الله كما يقول لك الله يفرح بلادنا ويفرح وليداتنا راهم جايين ثاني ان شاء الله باذن الله النتائج تاع شهادة التعليم المتوسط منهم واحد وليدي ان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم بارك الله فيكم. خوتنا الله اللي ما عندوش ان شاء الله الله يرزقه بكبش تاع العيد ويدير الاجر ويدير السنة. واللي ما عندوش اللي ما عندوش راهو ذبح علينا على الأمة تاعو النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عليه الأضحية ذبح على الأمة تاعو وان شاء الله ربي يفك لنا كامل أموراتنا. الله ينوركم ويجازيكم ويفتح لكم بيبان الخير ويرزقكم من الجنة الفردوس الأعلى ويرزقكم شهادة لا إله إلا الله قبل الموت. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الملتقى إن شاء الله.